المصري بتطالعوا كل المونة من بيوت العمارة. حاضر سيدي. شولك يا ابو جبري؟ خلاص صعبه هي صعبه، بس الك حل اخي، انت لازم تطول بالك وتستهدي بالرحمن، تكبر عقلك، ابنك صار شبح ما بينخاف عليه. القصه مو عندي يا ابو جبري، يعني كمان حرمتي دوم الدايم قلبها فاير وخايف عليها مش هيكاينه. ايه بدك تطول بالك بدك تهديها، مو روح توجها انت. الله يصبرنا ويرجع لنا تحسين وكل الرجال بخير وسلامه. امين يا رب العالمين، بس انت بدك تدير بالك على بدنك. تقعد كمان تجيك شنطة بنص مخك تفخد لك يا شو هاد؟ تف من تمك يا ابو جبري، تف من تمك.
هاي تبي عم تمنها، بس انا اذا بدك في عندي خلطه تروح عنك النقطه سفر سنه. وشو هي هاي الخلطه؟ معك يلا هي الخلطه سيدو، هي تحطها مع عصير الماء. ايوه تكبع انت كبعه وحرمتك كبعه، خلال فتره قصيره بتنتهوا. شو هاي؟ قصدي يعني ما بيعود فيكم شيء، نقطه ولا نقطه تقرب عليكم. ماشي تفضل سيدي. يسلم والدين، سلام عليكم. وي يعني مثل العادة. روح سلام عليكم. روح حبيبي. يا اهلا وسهلا اختي، اشتقت لك، كيفك انت؟ انا الله منيحة. يا اهلا وسهلا بهالقامة وبهالعين. شلونك يا امو؟ الله يرضى عليك تقبريني. كيفك تقبريني؟ ان شاء الله بخير. والله ماني منيحة. خير اختي، شو صاير لك؟ أيوب مضايقك بشي؟ لا أيوب مو مضايقني، عم يعاملني أحسن معاملة. زعلانة منكم، أنتوا لا بتمروا علي ولا بتسألوا عني. والله الحق معك، بس مانك شايفة هالكركبيل بالحارة لك يا مو؟ يبعث لك الهنا، والله فكرت صاير معك شي. فوتي غيري، فوتي اشلحي ملايتك لأعمل لك فنجان قهوة تروقي فيه. هاتي بوسي. والله اشتقت لك. يا بهجة قلبي، أنت يلا يا مو يلا. شو؟ عم تديب استشهاد؟ رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا دي. الفرنساوي كان ناصب لنا كمين، لولا ألطاف رب العالمين كنا رحنا فيها كلياتنا. يا لطيف، الحمد لله على سلامتكم يا رجال. الله يسلمك. بس رغم هيك قلبناها عليهم وخسائرهم كثيرة. الله بحيي أصلكم. بس عمي الدين خسارة. يا الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فاتحة روحوا يا شباب. شو بك زمرد خان؟ أبي يا سميحة حاسسته مانو منيح، صحته مانا عاجبتني. طب ليه ما بجيبوا له حكيم؟ يا شو عم يرضى؟ هيك بحب يضل يكابر. بس لازم يشوفوا حكيم. إيه لازم، بس على أساس إذا جبنا له حكيم رح يرضى يشوفه؟ شوفني. ايه وبعدين؟ والله يا رجال ما لقيت لكم غير هالنسوان، حملت هالبواريد وبلشت تطخطخ معنا. بري عليهم، بري عليهم. لولا هيك كانت راحت علينا، نحن كنا متلبكين بالرجال المصابين. الله بحيي البطن اللي حملون، من يوم يومهم حريم الشام حراير، وبنات اصل وبيوقفوا جنب رجال الشام بكل محنه. ايه والله درار. السلام عليكم. منو هي؟ ما تأخذيني ما عرفتك، سميحة خانة. أيوة أهلا وسهلا يا خانة. أهلين. تفضل يا أهلا وسهلا. أهلا فيكي. مو من حارتنا ولا من رشايفتا؟ لا سميحة خانة مو من الحارة، بس جاية هيك تزور عنا كم يوم، معرفة قديمة. أيوة شو عليه؟ ميت أهلا وسهلا. لك شفتي؟ قال الشباب كتير ضايجين بالحارة. وصلك شي خبر؟ لا والله ما وصلني شي. الله أعلم. هاتي الرضا قوم كسر السفرة. تعي يا بنتي أنا عايزتك شوي. خير شوفي الزيبة استلم زعامة الرجال. بعرف السابق صار هلأ برقبته أمانة، وأمانة كبيرة كتير، وما حدا بيعرف قديها. شو يعني هالحكي؟ بدي إياكي تنسي تارك مع السابق، لأنه جوزك كان خاين. لا كريم ما كان خاين، وأنت شو اللي مخليك متأكدة من هالحكي؟ الله يرحمه للديب، السابق كان قايل له على كل شيء، وهو اللي ساعده بالحملة على فرنساوي بهذاك اليوم. على طول الحرمة بتصدق كلام جوزها حتى لو كان كذاب، وانتي من جواتك بتعرفي بأن الزيبق صادق معك، صادق معك انتي بالذات خصنص. يلا أنا لازم أمشي. خاطب سميحة خانة ماشي. طمنيني تقريني إذا سمعتي بشي أو صار شي. إيه أكيد مجبري ما تعرفي. يلا يلا يلا. ها هي إجا على الستين. فوت أخي تفضل. السلام عليكم. طمنا أخي صار شيء؟
والله جماعتنا بخير بس في كم شب متصاور. يا على قامتي مين ومين؟ خالد ولادي. قولي على طول قولي على طول يا خالد. عرضية ام سعيد عرضية برانية لا تقلقي. المهم هلا انه الفرنساوي فايت على الحارة والظاهر بده يلم المونة من كل بيوت الحارة. لعمة لعمة انا طالع خبر ابوكي لنشوف شو بنساوي. انا حاسة بانه هو بيعزك واساسا كل شي عمله بدل عن رجوليته. هو بيعرف قديش مكانة الحرمة ومعزتها. خالتي ام رضا ليه حاسستك انت كمان جاي علي؟ ليه؟ يا بنتي انا ماني جاي عليك بس انا هلا صرت جوات السيرة والزيبة هو هلا صار مثل ابني. طالما هو عم يواجه الفرنساوي وما رح اقبل بانه ينأذى ولو بهالقد طول ما انا موجودة. شو مطلوب مني انا؟ شو لازم اعمل؟ تارك وتاري وتار الزيبة وتار اهلك مع الفرنساوي. ما بديك تهزي براسك. بديك توعديني بهالشي. بدي دليل. بدي دليل يثبت لي هذا الشيء. يا بيز مرد بلمح البرق بتخبري نسوان الحارة يخبوا اللي بيقدروا عليه بالمونة. يلا يا بي يلا. يلا يلا يلا. يلا, يلا. يا الله وين قايم يا بي؟ انت تعبان انا بتصرف. شو تتصرف؟ قايم يا الله على مهل. يلا ابو جبري يلا لازم نتحرك بسرعه. يو شو بدنا نسوي كمان؟ شو بدنا نسوي؟ بدنا نروح نخبر نسوان الحاره خليهم يخبوا المونه. يلا 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 اول خاطركم. يلا سبعيني انا لحقتك. خلوني اروح معكم لساعدكم. لا معلش تقبريني ما في داعي خليكي هون. عنا أمر بمصادرة مونة بيوت أهل العمارة. ليش؟ فهمنا شو القصة شو في وليش تقل صادروا؟ تعرف بعدين. ما بتعرف في حال المقاومة بتستعمل النار بشكل مباشر. أمرك سيدي. أنت عرفان حالك شو عم تحكيها حضرة الضابط؟ علي فيت شبك يا حضرة الضابط شو الشغلة سايبة؟ كدو سويت. عمي تحسين روح فكه. شلون هاي زيبا؟ عمل مثل ما عمل لك تحسين. شو عمل؟ روح فكه. لك فك هالواطي. يلا تحسين روح. عمرك زيبا ان شاء الله مرتاح. شو اسمك؟ دنيا. ايوه اي والله يا اهلين وسهلين بسياده الكولونيل. انستنا وشرفتنا. شوف عمي انا مو من عوايدي احكي مع رجال مربى. صحيح انا وياك على عداوه بس لو كنا بالعركه كنت قتلتك وما سالت. انت هلا اسير عنا وراح نعاملك مثل مو لازم تتعامل. شوف يا زيبا أنا معجب كتير بأخلاقك كتير. سلام عليكم. شو بك يا جبري؟ ليش هيك عم تدقي؟ الفرنساوي الفرنساوي عم يلموا المونة من كل بيوت الحارة. وليه؟ شو قصدي؟ قصدي شو قصدي؟ خبوا المونة بشي قرنة بشي مطرح. يو سمع على هالسمعة هذا بيت الزعيم ابو فهد مين بيسترجي عتبه؟ امين. معك حق لا تواخذينا. يلا لك خليني لحق باقي اهل الحاره هدول خطاي حرام اكيد بدهم يفوتوا لعندهم. معناتها خبريهم اذا كان حدا بينقصوا شيء امانه ها بيت الزعيم ابو فهد مفتوح لكل الخلايق. ايه شو عليه؟ الله يجزيك الخير خاطركم. الله معك. السلام. الله معك.
يا مو لازم نخبي الموني يقوموا يفوتوا لعنا اولاد الحرم. شو حكيت انا؟ وهاي الحارة فضيت من المونة يا زعيم. بعين الله شيخي بعين الله. يا بي في شوية بضاعة جوا بالمخزن ما حسوا عليهم، شو نساوي فيهم؟ بيجي وقتها يا بي بيجي وقتها إلا صرفي. وبعدين مع الوضع هاد يا زعيم وبعدين؟ والله يا شيخي بالظاهر الفرنساوي مطوش من ضربة الحاكمية امبارح. يعني بدنا نطول بالنا شوي معلش. الله يتلطف فينا أحسن شيء. آمين يا رب. خير يا زمرد شايفتك عنا. انت حسين ما في وقت للحكي، الفرنساوي عم يلم المونه من البيوت، ضبي اللي بتقدري تضبيه اوام. يا لطيف يا لطيف وقفونا على الخبريه. يا لطيف وليش هيك عم بيعملوا اولادين الحرام؟ لك شو بيعرفني يا خانم، هلا مثل ما قلت لك بتعملي مو وقت الاخذ والعطا والصد والرد. طيب شو اخبارك؟ بعدين بحكي لك، برجع لعندك وبحكي لك خاطري. الله معك. وين عم يعني انت اللي كنت عم تخطط لقصه المعسكر وخلافه. انا بس كنت عم نفذ اللي كان عم يخطط هو ضابط اسمه فرانك. يا عم من هذا كله بدك تفهمني شو وضعه لكريم. شو قصدك؟ يعني بدك تقلي اللي خفي علي من قصته من وقت ما سلمته رئيس مخفر العماره لوقت ما مات. كما هي خبر شيء باللي عم بيخططوا فرانك مع الحاكم العسكري. شوف عمي انا صعي رايق وعم حاكيك بالحسنى، بس اذا بدك تخاوز معي رح اتعامل معك بطريقه ثانيه، ما رح تحبها بنوب. رح احكي، رح احكي كل شيء بعرفه. هات لشوف اتحفنا. شو يا ابو قاسم؟ هي كل البوني اللي عندك؟ مثل ما لك شايف، عايش وحداني لا ولد ولا ثلاث، لمين بدي اترك المونه يعني؟ ايه شو عليك؟ بصير خير،
حل. أفانم عليك عمي، فوت فوت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يوفقك، ما تركوا شيء بلادين الكريمة. إذا بتنقضى من موني بركابي بسيطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا سعد أفندي، شي بتتاخذ المونة كلها من البيت هذا الشي ما بينسكت عنه بنوبة، وشغلتها كبيرة كتير. هي أوامر من الحاكمية، فيك تروح لهنيك وتحاسبهم براحتك يا فهد. ماشي. خلصنا قروق من شباب. اهدى اهدى أيوب، اهدى خلي اهدى. يعني كله من شغلكم وتدبيركم، حتى بقصة قرار ملاحقته. هيدي كلها أفكار كريم. وشلون بتسمحوا لحالكم تتلاعبوا بالمستورة وسمعتها؟ لك شلون؟ لك هيدي حرب يا زيباء، هيدي حرب، والحرب كلها خدعة. هي مو اسمها خدعة، هي اسمها ندالة وقلة أصل. ناجي، لا تهز بدنك بهالزغبة، اترك لي إياها. اسمعوني منيح، اجتنا اوامر من الحاكميه انه ممنوع الطير الطاير يطلع ويفوت من الحاره تحت اي سبب من الاسباب. منشان هيك بدي اياكم تفتحوا عيونكم 10 على 10 وتتوزعوا وتتناوبوا على كل مداخل الحاره الفرعيه. علم؟ ايه اخو سعيد، تعال شوف السعيد. شوف يا جبريل، سعيد قل له شو صار فيك. سعيد شو رح تعمل بهالمصيبه؟ ما ضل عندنا شيء نعمله بده 1000 طلعه. طول بالك طول بالك، معلش اللي صار ما نسال بنوب، وانا تنزل على الحاكميه وان شاء الله بصير خير. حل لنا، شفت انحل معه. خلصنا بجبريل، مصيبتنا وحده كلها، تخلصنا يا اخي، كلمي على شغله، تفضلوا. يلا صلوا على النبي، كل واحد على شغله يا شباب، يلا. شو أقول لك عمي أبو العز؟ خبروا الناس، شد إيدها شوي على المونة لنشوف السيد أبو فهد شو بيصير معه بالحاكمية. أمرك عمي، أمرك. الله يحل عسيره من غامض علمه. آمين يا رب العالمين. ما تركوا لنا شيء ولادين الحرام. حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل بقى. المهم طمنيني شو صار معي تنتي؟ ما في شيء، يعني الحمد لله اخوك تحسين بخير. في كم شب من الحاره متصاوبين، منهم خالد صهري بقول قلبي ونعدي. سلامتهم يا رب، الله يسلمك ابني. شو اخبار بيت ابي العز؟ ما في شيء عادي، شو بيكون اخبارهم يعني؟ يوه والله حاسدك ما خبي عني شيء، بعرفك انا عن جدي بعرفك. ما في شيء ما في شيء، بس هيك شفت عندهم وحده ما بعرفها كانها من برات الحاره يعني، هيك مرا ستي بنت يعني. هيك منو هي الحرمه؟ على هوا ما فهمت من زمرد خان انه معرفه قديمه، بس لهجتها مو شاميه يعني، مالها من الشام، هيك بيروت طرابلس من هذيك النواحي. ايوه وشو اسمها؟ سميحه. ايه سميحه. حلوة هالسميحة؟ ما شاء الله. ايه والله حلوة، هيك اكابرية شرواكي بخير. على خير ان شاء الله. ايه بزمتي وديني، بزمتي وديني، الشيء اللي عملته معي ما رح انسالك ياه ليوم الدين. لا يا تحسين، لك معقول ما احمي لك ظهرك؟ والله لو بدي موت ما بتركك. لك انت زينة رجال، لك نادر زينة رجال، كبير لك نادر كبير. صاحبنا عنده حقيقة كريم كاملة. كثير منيح هيك زيباء، بعدين بتخلص راسك من شغله من هالشغله. اكيد المستوره هلا رح تفهم الروايه كامله وعلى حقيقتها. وانا هيك عم قول. الله يحميكم يا رجال. بعدين شو بنا عمي تحسين؟ بيقول لك المثل صهرك يعني مسند ظهرك، وليكو صهرك؟ ليكني انا ابن حمايموهن وتصاوبن. هي هي عمي خالد. لك نادر. لك يا زلمه انت جرحك لسه عم ينزف، لازمك حكيم.
سلام الله. سيبا غير تحسين نادر مو منيح منوف. اصبح بعد حدا يدعى الحكيم جودك. يلا انت شو مطلعك خالد؟ حسنت اخي تحسنت. عاوزك بسيرة. يلا جايك. دير بالك علي. نحن عالحياة. على رضا عليك مصري. اسمعني شغلة ما بدها خجل اشكال ما بيطلع بايدك شيء. تركني انا بروح شوف الكولونيل دانيال اللي هي معه. عمي ابو فهد ما في طلعة من الحارة بنوب. ليه شبان مصري نسيت اني انا زعيم الحارة؟ شو ما الاعتبار عندك يعني؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو فهد. خايف لك طلع اكل انا. لك عمي لا تخاف نصري تركني انا بروح حل مشكلتي. انا بفوت على المتصرفيه وبحلها. خلصنا. ايه شو عم تحكي لك هارون؟ شو عم تحكي؟ شو دخلني انا عقيد؟ الفرنساوي هو محاوط الحاره وما عم يخلي حدا يفوت ولا يطلع. الحكي يا رجال لازم ما نضل ساكتين نحن. لك العالم شو بدك تاكل؟ شو بدك تشرب؟ ما قدروا علينا راحوا على لقمه الناس وسرقوها. لك والله واللي اسمه الله لا يندموا على اللي عملوه. انا الزيبه. انا ما رح خبر ابوكي انه خالد صواب. ايه احسن. شو مشان ديبي اللي استشهد؟ لازم خبره لانه اولتها واخرتها رح يدرى. ما بعرف شو بدي اقول له بس رح دبر حالي. معقول يضلوا محاصرين الحاره يا زمرد خانون؟ معقول؟ والله ما بعرف. الهيئه ما نحن مصلين على النبي بنوب. الهيئة رجال عاملين العميل بالفرنسوية لحتى كانت ردة فعلهم قاسية هالقد. الله يحميهم يا رب. كأني سمعت من ابنك سعيد انه عمي ابو العز كان هو زعيم الحارة. مزبوط؟ ايه مزبوط كان زعيم الحارة بس صار مشاكل كتير. طيب احكي لي زمرد خانم، احكي له فش خلقي بين انه عندك هموم كثيرة. خليني اطلع شق على ابني برجع بحكي لك. شو؟ الديب استشهد؟ هي ابي استشهد. الفرنساوي كان محضر لهم كميل للرجال ولولا ستر الله كانوا راحوا كلهم. الله يرحمك يا ديب. الله يرحمك يا صاحبي. طول بالك يا ابني هذا حال الدنيا. الله يرحمه راح شهيد. موت الديب خسارة لك بنتي وخسارة كبيرة كمان. رجال قدوا قدود يا ابني والزيبة هلأ استلم الأمور. دم الديب وباقي الشباب ما رح يروح هدر. طمن يا زعيم. الحمد لله اخوك بخير. ايه قلت الحمد لله. ونادي شو بك امي؟ احكي شو بو شي نادي؟ نادر متصاور. شو؟ لي على قامتي هالحكي؟ ولي على قامتي؟ وحدي الله امي وحدي الله. قلنا لك متصاور يعني ان شاء الله ضربته برانيه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لي على قامتي. أبو فهد الكولونيل دانييل انأسر. شلون هيك صار؟ أبو فهد نحن منعرف انه اهالي العمارة عم يدعموا الزيبق ومتضامنين معه. والله يا فندي انا ما بعرف الشيء اللي صار ولا عندي علم بشيء. انت الزعيم. الزعيم يا ابو فهد. ومن المخجل انك تقول ما بعرف. اهل الحارة يا فندي بيعرفوا انه اللي تار عند الزيبق. يمكن مشان هيك ما خبروني. بعدين هذا اشكان اهل الحارة عندهم علم بالشيء اللي صار. عكلين
دانييل أخطأ خطأ كبير بأنه اختارك زعيم للحارة. يا أفندي، أنا اللي اختاروني زعيم هالحارتي. نو أبو فهد، نو. أنت زعيم بقرار من الحاكمية، ولو ما نحن دعمناك وقضينا على أعدائك ما كنت زعيم. ايوه هيك لكان يا جناب الضابط. أبو فهد، السلطات الفرنسية ما رح ترحم حدا بعد اللي صار مبارح، وانت تفكر منيح، لازم تكون وفي معنا وترد الدين. من غير منقودية ما فهمت شو العبرة من هذا الحكي يا جناب الضابط. هدول أهالينا يا زيبا، أهالينا المحاصرين بالحارة. هذا الحكي ما بيزبط بنوب بنوب، حتى لو على جثتنا. والله بعرف يا رجال بعرف، بس خلونا نهدي، خلونا نهدي لنعرف شلون بدنا نتحرك. كلام الزيبا مزبوط يا رجال. طولوا بالكم بقى، طولوا بالكم، القصة بس بدها شوية تروية. لك على شو بدنا نطول بالنا؟ يعني مروا نطحش على الحارة وندبح كل شي فرنساوي فيها؟ الفرنساوي بيكون اخذ احتياطاته، ما بدنا فورة غضب تخلينا نغلط، وبدل ما نكحلها نعميها على الاخر. ايوه لازم نلاقي حل. وين الحل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. حكيم جودات، شرف، تفضل. شرف، شرفوا. خذوا لعند نادر، خذوا بسرعة. الحارة رح تضل محاصرة يا أبو فهد لحتى يتم تسليم السباق. بس هيك ما بصير يا أفندي، انت بتعرف الناس ما لها قادرة تسلمك السباق. بعدين يعني عدم المؤاخذة منك من غير منودية، لو كان تحت إيدي أنا بترك ما باخد تاري منه. اكت، المطلوب مكان السباق مو تسليم، وبظن هيا أبو فهد مهمة مصعبة. الله يطول بعمرك يا أفندي، يعني لو أنا بعرف أنتو كنت قتلته وشربت من دمه. الحصار ما رح ينتهي حتى لو ماتوا أهل العمارة كلهم، طبعا لحتى يتم تسليمنا الزبا. بس هيك ما بصير يا أفندي، الله وكيلك ما بصير. يعني عدم المؤاخذة من غير منقودية، أنا أهل بيتي بالحارة ورجالي وناسي كلهم بالحارة. ونحن كمان يا أبو فهد خسرنا كثير من الجنود الفرنسيين، وهدول عندهم أهل وعم بيطالبوا بالانتقام. أبو فهد، دانييل لازم يرجع. حكيم اترك لي هيك مكشفة. ايه والله يا ريت، بس مو كثير. أمرك حكيم. كثير خيرك حكيم. معافى. شو مع قلبك؟ شرف يا دانييل. شو حكيم طمنا؟ وضع نادر ما بيطمن. لا حول الله. الجرح موزم وضارب على العصب، ممكن يأثر عليه طول حياته. يا باطي شلون يعني؟ يعني ممكن لا سمح الله ما عاد يقدر يحرك ايده مثل قبل. لا حول الله ولا قوة. والعمل حكيم؟ والله ما بعرف شو بدي لك. المشكلة ما فينا ناخذه على الخستخانة. على كلين أنا رح أحاول طلطل عليك اليوم قدام وبجيب له دواء معي. بركي بتحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهم شيء يرتاح وما يجهد حاله، لأنه ممكن القصة تزيد سوءها. من هالناحية لا تاكل هم بنوب حكيم. السلام عليكم. السلام عليك زعيم. السلام عليكم. زعيم شو صار معك؟ الله يفتح شين. الشباب مبارح ضاربين الفرنساوي ضربة قوية كتير. الله حي أصلهم. لذلك الجماعة مصرين رح يضلوا مسكرين الحارة لحتى يجي الزيبة ويسلم حاله. شو هالحكي هذا اللي ما بينزل لا بميزان ولا أبان؟ ما تلاقي له دوباره؟ ما أنت الزعيم؟ لا هذا تصرف مو مقبول بنوب. ومين قالكم إني أبلان بهذا الحكي أنا؟ بس الفرنسي هيك حكى والجماعة عندي ما عم يردوا على عدم نوب، شو بكون؟ أيوة لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انت حسنان تروح على البيت؟ ايه حسنان حسنان، ما فيها شيء، والحكيم قال لي انه جرح براني. ايه الحمد لله، اصبح بتروح بتطمن على الحريم، وبس تيجي بتجيب المسورة اختك لهون. كان شو بدي اجيبها؟ الكولونين اللي بين ايدينا
اعترف بكل شيء عم كريم. خلص انت كلامك طابو، ما في داعي تجي. لا عمي، انا بدي اخلص من هالسيره من اساسها. منجيبها بس شو مشان العماره؟ ايمت بدنا نتحرك؟ رح نتحرك، وحيات اللي خلقك رح نتحرك، بس خلي الرجال تريح شوي من ضربه امبارح. صار. يلا سلام. لما زادت هالمشاكل صاروا اهالي الحاره يقولوا له لابي بدك تقتلها لخاتون. طبعا هو ما قبل مشان الولد اللي ببطنه ولي على طولي. يا لطيف على القصه الغريبه العجيبه، معقول نعمه مرت خيك تعمل كل هالشي؟ اي والله. لا وفوق منها طلع كريم خاين وعم يضحك على خاتون، كل المصايب اللي اجتنا من تحت راسه. ولا اللي بيشوف مصايب غيره بتهون عليه مصيبته. وأبي ولي على طول كل ماله عم يتعب. إيه؟ الله يجيره من شكاينة بعد ما سمع إنه ديب استشهد. يلا يلا. حطي حطي على راسك توقفيني. فوت أخي. أنا زعلان كتير يا طاهي. كتير زعلان. معقول ضربة الزيبة للفرنساوي امبارح ما بتخبرني فيها لا أنت ولا أبو العز؟ يمكن أبو تحسين بيعرف وأبو جبري وكل رجال الحارة بيدروا. إلا الزعيم أنا يا غافل لك الله ما أدرى بشي. يا أبو فهد أنا ما كان عندي علم بشي. بعدين حتى لو كنت بعرف أنت شو رح تفرق معك؟ مو وقت هالكلام هذا يا زعيم، مو وقت العتاب. لازم نفكر بطريقة ننهي فيه الحصار عن العمارة. كيف شيخنا كيف؟ أنا زعيم حارة العمارة ولازم أدرى بكل شاردة واردة وبكل كبيرة وصغيرة، وإلا بخلي مسؤوليتي. ها خلي شرف يجي الزيبة لهون وحل المشكلة اللي حطنا فيها. أبو فهد وقت عم تجيب سيرة الزيبة بتكون هيك عم تهين أولادنا ورجالنا، ولا نسيت إنه هني عم يدافعوا عنا وعن عرضنا؟ لك عمي أنا ما نسيت، بس أنتوا لو خبرتوني لو حطيتوني بالصورة كنت أنا تصرفت، ما كنت وصلت الأمور اللي وصلت له. شب أنا؟ يلا يلا تقبر قلبي. والله بالبارد كيف صارت كده؟ الحمد لله أحسن. أخي مو عاجبني وضعك، شو في؟ والله صارت شغلة لا على البال ولا على الخاطر. شغلة شو؟ شو صاير يا ابني يا خالي؟ هل ما بتسموا الفرنساويين محاصر حارة العمارة وأخذ المونة كلها من البيوت. شو؟ الفرنساوي بدهم الزيبة يسلم حاله مشان يفكوا الحصار عن الحارة ولك أبي؟ إيه والله يا أبي هيك بعت مرسال. ولك ما فشلوا؟ ورجال الحارة شو رأيهم بالله؟ رجال الحارة مو عارفانين شو بدهم يعملوا، مو هون المصيبة يا بي. الناس بلشت المونة تخلص من عندها، هكلانين هم الأيام اللي جاية، شو بدهم يعملوا ما بيعرفوا. يو، إيه وشو ذنبهم أهالي الحارة؟ مو حرام؟ يا بي لازم نصبر، وما لازم نخلي أبو فهد ورجال الحارة ينخوا. لا تخاف يا بي، أنا ورجال اللي معي رح نوقف سد بوشه. بدي إياك أنت ورجال الحارة تحرسوها وتديروا بالكم. بأي لحظة الفرنساوي ممكن يعمل شيء مو محسوب حسابه. صار يا أبي صار. أنا رح أتصرف وكأنك أنت موجود. إن شاء الله. الله يحل عسيرها يا رب. والله حرام هالعالم. أيوة. يعني شو بيكون صاير بالخلايا جوا؟ شو بعرفني؟ شو بعرفني؟ والله أكل هم الخيرات الله. مشان الله يا جماعة أهل جوات الحارة خالد لازم نعرف شو عم يصير جوا. أبوك ما وصل لك أي خبر؟ على الحكي عم نقول لك لا حدا قدران يفوت ولا حدا قدران يطلع، شو بده يوصلنا خبر؟ ما بيصير نضل قاعدين حاطين إيدنا على خدنا، لازم نلاقي حل. الحل بالصبر. أنا شايفة إنه الفرنساوي لو مانو متضايق من رجاله وعمايله ما كانت نادل بهالوقاحة هي. كلامك مزبوط يا خالتي أم رضا، بس الجوع كافر ولازم يلتقى حل. لازم يلتقى حل ينفك الحصار مهما كان الثمن. طول عمرهم أهل الشام ما بيحطوها واطية لحدا، لو شو ما صار يصير. لا خلاص بابا خلصنا روقنا يا رجال. بالله الحاصل خالد شو صار معكم؟ هلا انتم تيسروا على بيوتكم، من هون لبكره بنشوف شو بدنا نعمل. يعني اذا مفكر الفرنساوي ينخخنا مشان هاي القصه فهي بعيده عن اسنانه. شو سطيف؟ شايف صوتك عم يعلى؟ نسيت انه موجود الزعيم وشيخ شباب الحاره وشيخ الحاره. شبنا ما فيك باريه؟ سطيف عم يحكي مدوزان.
وهي الشغلة بالذات ما في اثنين يختلفوا عليها. هذا المحتل يا زعيم، هذا الفرنساوي، ونحن ما بنحط واطية للمحتل. انت ما دخلك، خص نص اطلع براتها. خلصنا عزو، فضل سيرة بقى شي. خالي الزعيم وزقرتي الحارة واللي بيقوله بده يصير. ايه شو عليه؟ رح نشوف الزعيم شو حيساوي. مش صغير. يلا يا شباب كل مين على بيته، فضوا سيرة خلصونا. يلا السلام عليكم. السلام، يلا معكم أبو جمعة. نعم زعيم. دردي بالك على الحارة. حاضر زعيم. تأمر أمر. يلا كل واحد على بيته. الكولونيل اعترف كل شيء عمله كريم لأختي، يعني كل هالحكي والقصص من ترتيبه. أو شو يعني هاد الحكي؟ يعني لازم تفهمي إنه الزيبة صادق، صادق، ونحن من الأساس بنعرف هذا الشيء. وجايز يكون هو اللي مفهمه يحكي هاد الحكي. لا إله إلا الله، لا تجننيني، أنا كل الأيام عم سايرك. لا تخليني طالع الخمير والفطير. طول بالك ابن عمي، طول بالك. خلصنا بقى خاتون، شو حكينا؟ لفيها لهالسيرة بقى. أنا بدي أسمع بإذني وشوف بعيني.